إذا هلا خلينا نحكي، احنا هلا بفصل الخريف مسيو خليل، نعم بفصل الخريف طالعين من صيف لخريف او الشتاء، يعني نحكي عن مشاكل اللي بتواجه الشعر خلال فصل الخريف ونحكي ومشاكل البشرة. لا نحكي بالأول عن فصل الخريف، انه بيتساقط الشعر كتير بفصل الخريف مسيو خليل. أعزائي المشاهدين، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم في برنامج جيتو بوقتك يا خليل. واليوم إن شاء الله رايح أعطيكم أسئلة بإذن الله تعالى وأجوبة، رايح أعطيكم أجوبة كثير منيحة لسيدات المجتمع عندنا في الأردن في الوطن العربي. شكرا لك ست أحلام على استضافتك لإلنا، دائما بنعزك معنا على هالصبح وشي هيك. بالعكس، لكن عم بنقول إحنا بالنسبة للشعر أو بالنسبة للبشرة هو له علم خاص، وان شاء الله هلا بنشرح كيف بتساقط الشعر في الشهر هذا، فهمتي علي كيف؟ وبنقول كيف بنحافظ على شعرنا في الشعر في الشهر في الاشهر اللي جاي، الاشهر الشتاء خلال هاي فصل او الخريف والشتاء. فصل الخريف نقول. زي ما قلت في حلقاتي سابقا انه الشعر كتير حلو، الشعر مثل البني ادم، بيزعل بيبكي بيفرح وبحب الناس والناس بتحبه لهالشعر بالضبط. لكن بعض السيدات عندنا في الوطن العربي بدنا نعطيهم هالمحافظة هالتكنيك هالعلمي للشعر، مثل الصبغات الكتير للشعر عم بتضر الشعر. احنا قلنا كتير مش كل يوم والتاني تصبغ الزبونة، مش تتحمم مي سخنة وتطلع وتلف شعرها على بالإشار بتضلها طالعة على شغلها. الشعر لازم يتمشط من الأسفل للأعلى، لازم تحافظ لا تستعمل شامبوهات قلويات فيها زيوت وفيها حوامض كتير كتير كتير، لأنه عم بيعمل على تخريب الشعر. مش لازم تعمل تستعمل الزيوت اللي بحكي لها فلان استعمل زيت وزيت وزيت، وهيدا هذا برضو عم بضر الشعر. في خبير تجميل، في طبيبة بتقدر تروحي لإله، ما لا عم بيعملوا بيقدر خلطات وبياخدوا زيت كذا على زيت هذا كذا. كلياته. الزيت الغير مهدرج، يعني الزيت الغير مهدرج الغير له بخار واخذوا البخار وصنعوها المصانع، كله فاسد، هذاك ليس زيوت استعملها انا نهائيا. ولكن هي تراجع خبير التجميل وتراجع الطبيب، شوف مشكلتها بشعرها، واحنا بنقدر نعطيها النصيحة 100% بإذن الله تعالى عن الشعر وعن كيفية نوع الشعر اللي عندها. ما هي المشكلة، بشوف أنا مثلا صاحبتي حاطة زيت والله حلو لقيته باخده إلي، بفكروا إنه هذا الزيت إنه لكل أنواع الشعر. احنا هلا حكينا كثير عن الزيوت، الزيوت التي غير مهدرجة مش مطبوخة منيح، نقولها بالعامية يعني مش مطبوخة منيح ومهدرجة وتحت علم طبيعي وتكنيك علمي 100% للزيوت مضرة للشعر. يعني هذا الزيت الفلاني حطه على الشعر، هذا الزيت الفلاني حطه على الشعر، هذا الفلاني حطه على الشعر. حتى زيت الزيتون إذا ما كان فاتر، إذا ما كان فاتر ومسخن شوي ونحطه على الشعر أوكي، لأنه في زيت الزيتون في مادة الحامض، ومادة الحامض شو بتعمل لحلمة الشعر؟ عم بتكت يعني بتعمل تخريب لإلها. فأنت لازم ادهني شوي شوي بزيت زيتون يكون زي ما تقولي انه حامي شوي مهدرج، لانه خليها تخف ماده الحامض اللي بتكون فيه بالضبط. حتى احنا لما بنشتري زيت وزيتون وإشي هيك، ياي حامض الزيت منيح، من هي اجرحي انت حالك وحطي شويه ليمونه هيك عليك، شو بتصير؟ بتحرقك، فهمتي علي كيف؟ وهي بتحرق البصيله نفس هالشيء هيدا. فاحنا بدنا نخفف نسبه هالحامض من هالزيت هيدا، ونطلع يعني نحط شوي من تحت فروه الراس هيك نراهنها اجمل وافضل، بس يكون مسخن ويكون فاتر. مسيو خليل، احنا هلا بفصل الخريف داخلين على الشتاء، شو بتنصح السيدات بهلا تقلب الجو، هلا متعارف عليه انواع البشره الطبيعيه الدهنيه الجافه، في بشره داكنه مسيو خليل؟ كثير في هي بتكون بشره منيحه بس بتصير داكنه من كثر استعمالات الادويه ومن كثر استعمالات شغلات ثانيه. حكينا كثير في مواضيعنا في الحلقات القادمة سابقا، أنا حكيت عن البشرة وحكيت عن علم البشرة، ترى علم البشرة واسع جدا كثير. عفوا، السيدات الصبح بتلاقي مي سخنة بتكون بردانة، هي مي سخنة عم مي سخنة هيك حامية كثير عم بتحبي بتغسل البشرة، بتلف حالها بضلها قاعدة، ما بتحط كريم مرطب للبشرة، ما بتحافظ على بشرتها، ما بتراجع خبير تجميل لبشرتها. البشرة لازم كل 3 شهور مثل طبيب الأسنان تروحي تفحصي البشرة اللي عندك، وتشوفي البشرة الموجودة وشوفي إيش فيها اللي عندك، سواء عند طبيب أو عند مركز تجميل معتمد كتير منيح بيشتغل فيها بطريقة. الشغلة الثانية بالنسبة للبشرة، هلأ إحنا جفاف، البشرة بتلاقيها عم بتحك سواء طبيعية أو سواء دهنية، بتلاقيها بنغسل وبنطلع على شغلنا، بنغسل
ما في كريم، ما في كريم، ما في كذا، ما في ترطيب للبشره. والبشره هي النضاره للوجه كافه، اذا ما حافظنا عليها يعني شويه هيك عم بصير عندنا تجاعيد، وبصير عندنا بثور، وبصير عندنا زوار، وبصير عندنا كلف، وبصير عندنا مشتقات الاوضاع هاي. فاحنا بننصح لكل سيده انها تحافظ على بشرتها يوميا الصبح، تقوم تغسل بشرتها بمي فاتره، بعد الفاتره وتشرب مي اكيد، هذا هلا بنحكي لك اياه. تغسل البشرة تاعتها، أي بشرة تغسل مي فاتر وليس مي سخنة كتير. بعد ترتب البشرة تاعتها شوي، تطرحها، تعملها تمارين شوي، تفتح تمها ثلاث أربع مرات هيك، تشد هيك من عند دينيها هيك شوي، من عند الأنف هيك تشد، من عند العيون. ده تمرين البشرة الصباحية، منيحة للبشرة. حتى في أوروبا، في إيطاليا، في يعني كتير شفت سيدات أنا بتقوم الست أول ما بتقوم من النوم بتحرك تمها ست سبع مرات، بتفتح تمها وبتسكر، بتفتح مثل أكنها بتتاوب. فهذا الشيء بنشط الدورة الدموية في البشرة، وبعطي إشي كتير حلو للبشرة. وجربوها لكل السيدات، وإن شاء الله يا رب أنا معاكم ورايح تشوفوا إنها بتستفيدي منها كتير. الشغلة الثانية بالنسبة لمستحضرات التجميل، في عندنا مستحضرات تجميل مقلدة كتير 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 في السوق وفي الوطن العربي كافة. مسكنا هالكرام أو أي شيء معين، هالروج، الاي لاينر، المسكارا، الكذا، الاي شادو، مقلد، مش يعني ما هو مصنوع علميا، يعني ما في تكنيك بتعرف اصنع ومشي. هلا حطينا هالبشر ثاني يوم بتحكنا. طب ليه بتحكنا هالبشره يا خيتي؟ بتيجي شو استعملتي حبيبتي؟ شو عملتي هيك اللي عندك؟ لقينا عندها بقع، لقينا عندها شغلات ثانيه، في كيميكلز، الكيميكلز بيشرب البشره، بصير يخرج ايش عندك؟ بتتفاعل في الكيميكلز الموجود في علبه الكريم هيدي المش موافقة عليها صحيا، يعني نقول بصير عندنا هالكلف، بصير عندنا هالنمش، بصير عندنا حب هالشباب، بصير عندنا هالاسودات، كيميكلز بتدخل على البشره بخرب التكنيك الخلايا الموجوده، بتتضامن الخلايا الموجوده وبتخرب يعني. فاحنا نستعمل شيء كتير منيح ونستعمل شغلات كتير. هلا هلا الكريمات اللي انا مثلا وصلت مثلا سن ما بين ال 18 لل 25، من 30 ل 40، مزبوط هدول الكريمات نستخدمهم؟ يعني مزبوط انا يعني نفس العمر هدول احنا نستخدمهم، مثلا اللي هو مثلا من سن 30 ل 40 انا اروح استخدمه حتى لو كان انه يعني اسم كبير؟ سوري كثير بالكلمه، صبيه ما شاء الله عندك اسم الله عليك. حتى البيبي لما ينولد بنفس اليوم بدهنوه زيت وبدهنوه كريم، برطبوه يعني شوي. كل سن له كريم معين؟ لا لا، تستعمل يعني اي ست تستعمل واقي شمس لها، تستعمل كريم منيح لها، تستعمل مثلا كريم اساس كثير كويس لها، تستعمل شيء، لكن مش بكثره، مش يوميا الميك اب المكياج. لازم اراجع دكتور لاخذه عادي يعني على اللي بيكون عليه؟ لازم تراجعي. لا لا، سواء الدكتور ما له في الميك اب خصوصيات في الميك اب، له الممكج اللي بيعمل مكياج واللي بيعمل كذا، وبنصحك في ايش انه المكياج هذا منيح لك. الطبيب له في البشره، في تكنيك، في علم، في مشاكل في البشره اكثر، وعنده خبره صلاحيه اكثر من خبير التجميل، لانه طبيب يعني مسؤول عن هيكل، مسؤول عن الفيشن الامام، فهو بعطيك الصافي وبعطيك الصداء لها البشرة أفضل وأفضل. لكن إحنا بننصح كخبراء تجميل إنه كتر المكياج باستمرار عم بعمل، ما عم تتنفس البشرة كويس، ما بتاخد أكسجين البشرة، طبقة عازلة كيف ناخد هواء ونعطي هواء، ما فيه من الموضوع حلو. لازم إنه زي ما حكينا بالحلقة الماضية إنه يعني تنظف المكياج بمواد خاصة، أو إنه يعني تنظفيها منيح لحتى بشرتك وانت نايمه تتنفس، لانه البشره تتنفس وهي نايمه. أكيد أكيد يعني في حتى أكيد اللي بحطوا مسكارا وبتركوها وبناموا. طيب بتحط مسكارا بتحطها ثلاث ايام، حط يعني جربي حطي يوم مسكارا ونامي فيها الصبح، وانت بتسوي تقل على الرمش بتلاقي رموشك نزل. ليش نزل رموشك؟ بدك تروح تركبي رموش، بتروح تعملي اي لاينر، انت اللي خربتي مش انا اللي خربت لك. أكيد. يعني انت مثلا ما غسلتي وجهك، ما نظفتي بتونيك مال ملك بكذا بشغلات اشي، هذه المسكارة الموجودة اللي عندك. فانت لما بنغسل ثاني يوم في ميك اب، عنا ميك اب عملنا هيك، ايه في رمش وقع، في كذا، في شوي شوي، ما في عندنا رموش، بدنا نروح لخبير التجميل نقول له بليز بدنا رموش طبيعية، بدنا نركب رموش، بليز لا لا بدنا اي لاينر، في 100 شغلة بتنعمل للوضع هذا. اذا مسي خليل، في كثير سيدات بيعانوا من حب البشرة، الحب كيف تخلص منها، او يعني كيف ممكن طرق العلاج لحب هو البشرة؟ حب الشباب كثير مشكلتنا، كثير احنا عندنا خصم الارض، في كثير من المشاكل هاي. بتعرفي انت بعد ال14 وال15 في فوره للبنت عم بتطلع عندها الهرمونات عم تكتر